متابعينا الكرام مع حضورنا الكريم انطلاقاتنا تستمر والتحديات هنا على أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين. شوطنا الثامن أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات الذي خصص للجعدان الثنايا. هجني أصحاب السمو والشيوخ الحاضرة على أرضية هذا الميدان مباشرة. أتقدم ما بعد انطلاقتي واندفاعتي هذه الأسماء، أتقدم مع المراكز الأولى والمركز الأول مع مستحيل على المركز الأول لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل أمين، من يتابع مستحيل على المركز الأول. المركز الثاني القادم شاهين على المركز الثاني من هجن سيح السلم عبد الله بن ثعيل بالهايري، من يتابع شاهين اللي غير واحتل المركز الاول. المركز الثاني القادم شاهين من هجن زعبيل على ثاني المراكز بمتابعة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. بنسير إلى المركز الثالث ونتابع شاهين على ثالث المراكز من هجن العاصبة على المركز الثالث بمتابعة غياث الهلالي. ناخذ المركز الرابع والواصل القادم في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرق الحميري، من يتابع الواصل على المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم هملول من هجن سيح السلم، يتابع سعيد بن سالم لنبي العنيد، من ياتي ويقدم هملول وانطلاقات هملول على المركز الخامس. المركز السادس يتقدم سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع، من ياتي ويقدم سلهود ويتابع سلهود على المركز السادس. سابع المراكز يتواجد الكايد على المركز السابع لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، من ياتي ويقدم الكايد على المركز السابع. ثامن مراكزنا شاهين من هجن العاصفة قادم بمتابعة غياث الهلالي، وشاهين على المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع بيد بن محمد بن ضبيع الكتبي. هكذا هي النتيجة، هكذا ندانا الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة على أرضية هذا الميدان. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة والمركز الأول، عودة إلى البداية، عودة إلى هجن العاصفة على المركز الأول. تقدم شاهين على الصدارة بمتابعته وتضمير من غياث الهلالي. المركز الثاني شاهين قادم من مؤسسة هجن سيح السلم، يتابع عبد الله بن ثعيل بالهايري، من يقدم بوسيل انطلاقتي وتحديات شاهين على المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم الواصل لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرق الحميري، من يقدم الواصل ويتابع الواصل على المركز الثالث. النقلة للمركز الرابع، ويتقدم شاهين من هجن زعبيل القادم يبغي السوبر هاتريك. يتقدم المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من يقدم انطلاقات وحضور هجن زعبيل على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم تحفة الميادين. بنسير إلى المركز الخامس ونسير
ونتابع القادم والمتسلل هملول من هجنس حسن يتابع العنيد سعيد بن سالم لينيبي يتقدم ويقدم انطلاقات هملول من هجنس حسن على المركز الخامس النقل للمركز السادس وأتابع الكايد القادم في هذه اللحظات لاسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتابع الكايد على المركز السادس سابع المراكز والأسماء يتقدم شاهين من هجن العاصفة قادم بمتابعة غياث الهلالي يقدم اسمين على أرضية هذا الميدان وفي مسار هذا الشوط ثامني أشواطنا مجموع الأشواط ورابعها للجعدان الثنايا نتابع الأسماء القادمة من القادم شاهين يتقدم في هذه اللحظات شاهين ينطلق في هذه اللحظات لاسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع بيد بن محمد بن ضبيع الاكتبي والقادم سلهود وسلهود لاسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع طار بن مبارك بالقوبع الحميري من يقدم هنا انطلاقات سلهود وسلهود بشعر سمو شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم هكذا هي النتيجة نتيجتنا الثانية لهذه الأسماء المتقدمة والحاضرة بدأنا نغادر المنعطف الأخير في مسار الستة كيلومترات أعود إلى القيادة أعود إلى المراكز الأولى أعود إلى هجن العاصفة على المركز الأول تقدم شاهين على المركز الأول وعلى الصدارة المركز الثاني شاهين القادم من هجن سيحة السلم وعبد الله بن ثعيل بالهايري في المتابعة ولكن أتابع هملول 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 من هجن سيحة السلم مع العنيد سعيد بن سالم ليني وهجن زعبيل بدأت في هذه اللحظات بالتقدم مع شاهين ومع المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدم شاهين من هجن زعبيل أصبحت رباعية في هذه اللحظات ما بين هجن زعبيل ما بين هجن العاصفة وما بين هجن ندش وما بين هجن سيحة السلم باختلاف المضمرين الكيلو الأخير الكيلو الخطير ما شاء الله تبارك الله عودة إلى البداية والصدارة ما تحمله دائما من قوة وتنافس في حضور هذه المؤسسات العملاقة عودة إلى هجن زعبيل عودة إلى شاهين على المركز الأول وهجن العاصمة مع شاهين بمتابعة غياث الهلالي هجن زعبيل وهجن العاصمة وكذلك هجن هجن سيحة السلم القادم على المركز الثالث مع شاهين مع عبد الله بن ثعيل بالهايري القادم والمقدم انطلاقات هجن سيحة السلم على المركز الثالث القادم الكايد لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان مع الصادق فضل الأمين على المركز الرابع ولكن هجن زعبيل هجن زعبيل إلى زعبيل السلام إلى زعبيل السلام إلى مقر النوابيس والنقطة الرابعة يا بن مروشد النقطة الرابعة يا بن مروشد لهجن زعبيل ما شاء الله ها هو شاهين الكائن قادم الكائن قادم اللحظات الأخيرة ولكن هجن زعبيل روحت بالنقطة الرابعة تهانينا والناموس لمالكها سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وتهانينا والناموس للمتألق دائما مع هذه المؤسسة المركز الثاني الكايد لاسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان المركز الثالث شاهين لجنة
النجنسي حستلم المركز الرابع شاهين، لجنة العاصفة والمركز الخامس الواصل لشمشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول هجني زعبيل خاطفة النقطة الرابعة في صباح هذا اليوم. شكرا يا المتألق دائما وابدا في عالم الأصايل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. التوقيت الزمني وساعة وصول شاهين في هذه اللحظات نتابعه مع الإعادة في لحظات وصول هجني زعبيل 9:48 7 أجزاء من الثانية هو توقيت شاهين. شكرا المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. المركز الثاني الكايد 9:50 2:03 من الثانية تانين وناموس لاسم الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. شكرا الصادق فضل الأمين من تابع انطلاقة الكايد. المركز الثالث هنا من وصلنا شاهين لجنسي حسلم 9:52 8 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لعبد الله بن فعيل بن هايري. تهانينا والناموس للجميع.